السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أحبتي في الله، مرحبا بكم إخواني أخواتي في قناتكم المباركة. موضوعنا موضوع كيف تشخص حالتك، هل عندك تابعة من السحر أو تابعة من العين والحسد؟ هذه الخطوات ستتخذها وأنت في بيتك وتجتهد على نفسك وتتوكل على ربك وتقرأ بإذن الله تبارك وتعالى آية واتبعوا ما تتلو الشياطين إلى آخر الآية. سوف تكرر آية واتبعوا ما تتلو الشياطين المعروفة بإذن الله تبارك وتعالى التي تؤثر على السحرة، سوف تكررها بتدبر وخشوع لمدة نصف ساعة أو 20 دقيقة بإذن الله تبارك وتعالى. فلما تقرأها فركز بماذا ستشعر، فإذا عندك تذاؤب ودموع كثيرة كثيرة فاعلم أن عندك تابعة من العين والحسد أولا. فإذا كررتها كثيرا بإذن الله تبارك وتعالى 20 دقيقة أخرى وظهرت عليك أعراض، مثلا أنك بإذن الله تبارك وتعالى وأنت تقرأ يأتيك نوم كثير، أو أنك تقرأ بإذن الله تبارك وتعالى وتشعر بألام في الجسد كله، فقد تكون كذلك تابعة السحر، لأن السحر كذلك يمرض الجسد، وأن العين والحسد كذلك تمرض الجسد، ولكن السحر كذلك يمرض الجسد كثيرا. لذلك ركز على هذه الخطوات. فإذا قمت بهذا البرنامج آية واتبعوا ما تتلو الشياطين وقرأتها كل يوم لمدة أسبوع، وفي الغد رأيت أنك تحلم في المنام وأنك تأكل، أن هناك من يطعمك في المنام، أو هناك من يرشك في المنام، أو هناك من يرمي عليك شيء في المنام، أو هناك من يتمتم عليك في المنام، أو هناك من يبخر لك في المنام تبخير تشم أشياء بخور أو كذا، فاعلم أن عندك تابع جني ساحر وقد تكون دخلت بالسحر الأسود أو ببعض الأسحار، والله المستعان. لذلك آية واتبع ما تتلو الشياطين تفضح كل شيطان خبيث في جسدي مهما كان، سواء خبيث بالعين والحسد أو خبيث بهذا السحر العظيم أو السحر الأسود، والله المستعان. لذلك كلما قرأت آية واتبع ما تتلو الشياطين ستظهر ما كان خفيا في جسدك، ستظهر ما قد لا يظهره الراقي لك في جسدك، وسوف تشخص حالتك بتدقيق بإذن الله تبارك وتعالى. أقول قولي هذا والله أعلم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم من يرى هذا المقطع ومن ساهم فيه ومن أعان على نشره، اللهم فاغفر له ذنوبه كبيرها وصغيرها، جلها ودقها، عظيمها ودقيقها، يا رب العالمين.